معانا نادين. معانا ريهام من الجيزة، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك أنا ليا استفسار للدكتور. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي طفل عمره سنة عنده ضمور في المخ، والدكاترة كلهم المخ والأعصاب اللي أنا بعرض عليهم ابني يعني بيقولوا لي إن هو عنده يعني تلف شديد في المخ وفي مراكز كتيرة قوي، السمع والبصر والحركة والإدراك كل حاجة تقريبا. فأنا كنت عارفة الخلايا الجذعية لما قريت وسمعت عنها، ففي مصر قالوا لي لأ، إن كل الموضوع مجرد أبحاث ومفيش أي حاجة أو مفيش عمليات اتعملت وأثبتت نجاحها فعلا. بس انا بتابع على النت ان في الصين وفي في امريكا عمليات، فهل فعلا العمليات دي بتبقى في ليها نتيجة ولا هي لسه برضو ابحاث؟ تمام ريهام، يعني خليكي طبعا يعني هتسمعي الرد بعد شوية، بس هناخد اسئلة تانية. معانا الاستاذة ايمان، اتفضلي. كنت بسأل سؤالي للدكتور علاء. اتفضلي. بعد اذنك، يعني هل الخلايا الجذعية هل بتعالج امراض معينة؟ يعني مثلا زي مرض الام اس، وانت عارف حضرتك ان هو بيتاثر المايلين شيس اللي هو بيغطي النيرف نفسه بيتاكل بواسطه الخليه بتاعه الجسم نفسها اللي هي وايت بلاد كوربسلز، فهل ممكن انها في حاجه زي كده فيها اي علاج ليها بالخلايا الجذعيه الامراض نفسها، مثلا امراض كثيره مش مجرد كبد وقلب؟ تمام، بنشكرك. شكرا. طيب معانا عزه كمان، اتفضلي عزه. فاكر السؤال؟ اه طيب عزة. الو يا فندم. اتفضلي عزة. الو مساء الخير. مساء الخير، اتفضلي. من فضلك كنت عايزة اسأل، ان ليا اخ عنده لوكيميا دم ونخاع، وعايزين نعمل له تبرع للخلايا الجذعية، وانا المتبرع، فعايزة اعرف الضرر على المتبرع ايه، وهو كمستقبل هيكون ايه نظامه، يعني نسبة الشفاء بالنسبة له قد ايه. احنا عالجنا الدم، ودلوقتي اللي هيتعمل زرع خلايا نخاع عظمي، فعايزه اعرف هيكون النتيجه نسبه النجاح كام في الميه تقريبا، ولو انا متبرع هيقع عليا ضرر؟ تمام شكرا. في مكالمات تانية، بس هنرد الاول على الثلاث اسئله اللي اتوجهوا دلوقتي. ريهام من الجيزه، دكتور هشام بتسال عن ابنها اللي عنده ضمور، وبتسال على العمليات في الخارج، هل هي لسه برضو ابحاث ولا في عمليات بتنجح؟ يعني انا استاذن دكتور علاء لان هو يمكن ليه باع اكتر في الابحاث بتاعه المخ والكبد، فيعني لا يفتى ملك في المدينه. انا الدم اقول لحضرتك على طول. بالنسبه للضمور المخ، او طبعا يعني هي ما زالت ابحاث، وده اللي احنا عايزين بس ننوه لاغلب الناس، اذا كان في حد بيعمل اي حاجه فهيبقى من خلال ابحاث، ولازم يبقى فاهم ان هتجرى عليها هذه الابحاث قد تفيد وقد لا تفيد. حتى بره مصر. ما اصل الفكره واحده، واللي بيتعمل هنا هو اللي بيتعمل هنا على فكره، يعني مفيش عندهم حاجات يمكن اكتر مننا بكتير، وطبعا في حاجات تكنولوجي اكتر، لكن هو واحد. هو الفكره ان الاطفال دي لو اتقابلوا بدري، ولو هي النصيحه بقى لو هي ان شاء الله هتجيب بيبي تاني، يبقى النصيحه انها تحتفظ بالدم بتاع الحبل السري بتاع ابنها الجديد، وقد يكون متوافق مع ابنها الاولاني، وهنا ممكن تستعمله وهتجيب نتيجه، ممكن تجيب نتيجه كويسه قوي. يعني هنا هي محتاجه يعني مولود تاني ممكن يبقى يشكل امل بالنسبه لاخوه. طبعا بس بشرط برضو يكون في توافق بينهم، ودي يعني ودي توافق في الانسجه يعني. ودي بتحصل كتير، يعني ممكن الاثنين، اصل الدكتور بيقول انه مليون واحد في المليون، هل دي بتحصل ممكن اخين يبقوا يتطابق البصمه بالنسبه للحبل السري؟ عشان هي لسه لم تتحول مناعيا، وتبقى عنيفه المناعه بتاعتها، الاخوات بتنفع مع بعض بالكامل لو من الحبل السري. تمام. عشان كده هنا القانون بيتيح استخدام الدم بتاع الحبل السري اللي موجود في البنوك للاقارب من الدرجه الاولى. طيب في كلام عن اللوكيميا، ولو المتبرع هيتضر ولا لا؟ لا طبعا مفيش اي ضرر للمتبرع خالص. يعني زي ما كان اشار الدكتور هشام من شويه، ان انت بتاخد دم الجسم بيجدده زي اللي بيتبرع بدم، مفيش فيها اي مشاكل بالنسبه له. يعني هو طبعا اذا كان هيتشكب ابره وهيتاخد منه شويه دم، ما اعتقدش ان دي هتبقى هتسبب له اي نوع من المشاكل، لانه حتى بيعملها ببنج ومش هيحس باي مشاكل خالص. انما كان في اختي كانت سالت على ال اس. برضو الابحاث المنشوره بتقول ان في بعض الناس ابتدوا يعملوا تجارب على
هذا المرض، لكن ما اعتقدش في مصر حد عمل عليه ابحاث. هو يعني ايه ليس؟ معلش يا دكتور يعني. هو عارف لا هو مرض عصبي عضلي، ف يعني بيؤدي ان ان المريض بعد كده غير قادر على الحركه. فهو ده يعني في بعض الابحاث في بعض بلدان العالم ابتدوا يعملوا عليه ابحاث. بس الابحاث كلها حاليا في لما نشوفي اغلب بلدان العالم هنلاقيها ابحاث مش على الانسان، ابحاث على لسه حيوانات التجارب اللي بيجربوا فيها علشان يشوفوا زي ما الاخ سال هل الخلايا الجذعيه دي بتؤدي الى ان هي احنا قلنا ان هي بتتكاثر بشده. هل التكاثر ده بيؤدي الى انها تعمل ورم خبيث ولا ما بتعملش ورم خبيث؟ فدي كلها بتجرى على حيوانات التجارب وبنطمن انها ما تعملش كده، مش حاجه في عيان واضره بان انا اعمل له ورم خبيث. فدي كلها ابحاث بتجرى، ولكن ما نقدرش نقول ان في حاجه اصبحت يعني في ايدينا نقول ان دي اسلوب علاجي هستعمله لكل الناس. تمام. دكتور انتوا برضو الناس المتبرعين او اللي بيسيبوا خلايا بيبقى في اقرارات وبيمضوا او حاجات زي دي؟ اللي بيجي يمضي معانا عقد بيبقى ليه شويه ضمانات، منها ان انا بضمن له ان الخلايا الجذعيه دي محدش هيستخدمها غيره. وفي شروط كتير دوليه مش احنا اللي حاطينها اتراجت هنا في مصر، فلا في ضمانات كتير وفي اشتراطات. في تكلفه؟ في تكلفه طبعا. قد ايه يعني؟ 11000 جنيه بتدفع مره واحده. مره واحده؟ اه بس إيه؟ تقدر يعني تكلفه زراعه النخاع، يعني الاخت اللي اتكلمت اللي بتقول احنا عايزين نزرع نخاع. احنا يمكن كان في سياسه البنك حتى قلنا ان لو في حالات عندها سرطان في الدم وحد من الدرجة الأولى الأم حامل، البنك خدمة للمجتمع هيفصل الخلايا الجذعية بتاعت الحبل السري ويديها للأسرة دي تتعالج بيها مجاني. ولكن هي تكلفة زراعة النخاع 250,000 جنيه. لو وجدت الخلايا الجذعية بتنزل لخمسين ألف جنيه. فأنا بقول له مش عيب إنك تدفع 11000 جنيه مرة في حياتك، بس تبقى على الأقل يعني الأسرة هي دي مشكلة إن هي مش لاقية حد يديها خلايا جذعية. صحيح. فأنا بنصحهم حد من الأقارب من الدرجة الأولى تحمل، وإحنا هنشيل الخلايا الجذعية ونديها للأخ للأخ المريض ده. نسبة شفائه لو في خلايا جذعية 100%. طب دكتور ال 11000 اللي بيدفعوا هل بيغطوا تكاليف البنك نفسه في حفظ بقى الخلايا الجذعية؟ بتحفظ لمدة قد إيه؟ بص طول العمر ولا؟ أول حالة اتشالت 86. يعني من تقريبا 24 سنة 25 سنة تقريبا. ولحد دلوقتي لسه عايشة. فلو حاجة تسألني الخلايا الجذعية اللي الطفل هيشيلها هتعيش قد ايه؟ هقول لك 25 سنة حتى الآن. ما اقدرش اقول أكتر من كده لأن لسه ما حدش شال. ده أول حالة في الخارج ولا؟ في الخارج. سنة 86. هو أنت اللي مؤسس البنك ده؟ معايا دكتور شريف ناصح أمين، هو أستاذ تحليل وهو رئيس مجلس إدارة البنك، هو اللي كان يعني بيدعم البنك علميا وادبيا، ومعانا بعض زملاء من اطباء النساء والولادة. يعني احنا مجموعه من الشركاء. هل شايف ان الحكومه لازم هي اللي يبقى كمان عندها بنك، تفتح بنك للخلايا الجذعيه؟ بص حضرتك تتحسب كويس قوي، تكلفه علاج طفل عنده سرطان في الدم بتكلف الدوله تقريبا من 150 ل 200000 جنيه. حضرتك لو تعد الاعداد اللي عندها سرطان في الدم يوميا، احنا في ابو الريش كنا بنطلع في اليوم 10 حالات. ده غير معهد الاورام وغير 7 5 3 7. يعني حتى يعني اقل تكلفه بالنسبه له. فلو هو عملنا هذا المشروع يمكن هيبقى هقول سوري كلمه بلك في الاول، يعني كم هيدفع في الاول رهيب. بس في المستقبل مفيش حاجه هتدفع. امان طبعا، ويمكن كمان العلم يكتشف علاج امراض مختلفه جديده ان صح هذا الامل طبعاً. فيبقى هو حاجات المشروع ده مختلف. لو دخلت فيه الدوله هيبقى مشروع هيسترد مصاريفه ازاي؟ لان هو ساعتها المشيمه مش بس فيها الدم اللي هو بيتاخد، الدم اللي بيتاخد اللي بيحفظ، لكن المشيمه نفسها فيها كم من المواد والادويه اللي ممكن نستخلصها ونستعملها وتتباع كتير جدا كتير جدا. يعني المشيمه دي مصنع كامل. لو احنا قدرنا نستغله بدل ما نرميه. يعني اذا الدوله لما تعمل بقى بنك مش هتعمل بنك صغير كده، ده هتعمل حاجه كبيره
وتستغل المشيمة على بعضها مش بس الدم بتاعها. طيب احنا معانا كمان ممكن يسترد بقى تكلفته. معانا الاستاذ احمد من محلة، اتفضل استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عايز اسال بس عن علاج الكلى الجذعيه، بينفع في الروماتويد والامراض المناعيه ولا لا؟ في الامراض المناعيه الروماتويد الحاجات دي. تمام يعني. طيب ماشي. معنا الاستاذ ياسر، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من فضلك، انا ابني عنده 4 سنين و9 شهور، من حوالي شهر كده فوجئت ان عنده سكر اطفال وابتدى يتعالج بالانسولين، فكنت عايز اعرف هل في امل لعلاجه عن طريق الخلايا الجذعيه؟ تمام. وكان الدكتور قال ان هي في حيز الابحاث، كنت عايز اعرف يعني ايه الوقت المتوقع تقريبا لخروجها من حيز الابحاث للتنفيذ، وهل هتتنفذ في مصر بسرعه ولا لا؟ تمام. شكرا. شكرا. معانا الاستاذه منى، اتفضلي. الو يا منى. الو منى. طيب ناخد ايمان. الو. الو. اتفضلي. ايوه سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لحضرتك انا كنت عملت عمليه في النخاع الشوكي. العمليه دي بقى كان فيها تجمع دموي، لما شالوه العمليه اثرت على رجليا. دلوقتي بقى لي حوالي 9 سنين فانا قاعده على كرسي. فبعد العمليه بحوالي 3 سنين سمعت على حقن الخلايا الجذعيه دي. فعملت عمليه حقن مرتين وبرضه ما عملتليش اي نتيجه. يعني عملتيها فين؟ عملتها عند الدكتور اسامه الغنام. عملتها مرتين، كانوا بياخدوا من جنبي الحقن دوت وكانوا بيدهوني في الخلايا من ورا، في ظهري من ورا مكان العمليه. انا العمليه عاملاها في الفقرات الصدريه. فمش عارفه هل موضوع الخلايا الجذعيه الجديد دوت ينفع في حالتي. طيب شكرا جزيلا دكتور علاء. حالا شكرا ليكي. روماتويد وسكر اطفال. هي بالنسبه للحاجات الامراض المناعيه طبعا الخلايا الجذعيه بتفيد كتير، بالعكس من ضمن الحاجات اللي هي بتأدي فيها وظيفه كويسه هي الامراض المناعيه. زي الروماتويد. زي الروماتويد. بس انا مش بتكلم روماتويد كروماتويد. لكن بتكلم الامراض المناعيه بصفه عامه. لكن الاخت اللي بتتكلم انها خدت حقن في العمود الفقري لاسترجاع الحركه بتاعتها، عايز اقول ان في كتير للاسف الشديد بيعملوا الكلام ده في مصر. لكن اللي عايز انبه بيه تاني ان دي ما زالت في طور الابحاث ونتائجها لم يعني تكن على القدر الكافي اللي يسمح بيها كاسلوب علاجي. طب طول الابحاث دي نقلنا سكر الاطفال، لان ده سؤال الحقيقه يعني انا وانا جاي الاستوديو وقلت لبعض الاصدقاء ان احنا هنناقش كذا، كل الناس بتسال على سكر الاطفال. السكر بصفه عامه انت عارف السكر انواع. وجزء منه مناعي. في برضه ابحاث، احنا يعني احنا عندنا في عين شمس طب يعني بنعمل ابحاث. لكن انا مش عايز اصل انا ايه خايف اقول نتائج يبقى تبقى محسوبه علينا. وده الحقيقه علميا دي امل غير دقيق. لا علميا يعني غير مستحب، يعني غير مستحب. انا بتكلم للجمهور. لما اتكلم على نسب نتائج والكلام ده ممكن اقولها في محفل علمي. تمام. لكن قدام الجمهور لازم يبقى فاهمين. صحيح. علشان بس ايه ما عندهمش امال عريضه وتبقى تخيب او نحبطهم. احنا بنعمل واحنا عايزين دعم وعايزين وقت عشان نطلع نتائج. مفيش اطر زمنيه شويه يعني؟ في الاستاذ اللي سال عن خصوصا عن سكر الاطفال بيسال هل ينفع نتوقع امتى هتخرج من حيز هم في المانيا ان هم يعالجوا لسه ما وصلنا السكر والشلل الرعاش. المانيا ابتدوا يعالجوهم بالفعل ولكن برضو بيقولوا للناس بيحقنوا البنكرياس بخلايا جذعيه فبيعيد توظيفه مره ثانيه، ولكن بيقولوا للناس نسبة النجاح لا تتعدى 50% في الوقت الحالي. ولكن الناس فقدت الأمل فبتروح تجرب. فإمتى ده سؤال صعب، لكن على الأقل في 83 مرض، وزي ما قلت لحضرتك كان في 3 أمراض من 20 سنة، النهارده بقوا 83 مرض. الولادة مرة واحدة والحبل السري مرة واحدة. فشيليه لا قدر الله ممكن يجي 83 مرض، والله أعلم كمان 20 سنة الخلايا الجذعيه دي هتكون بتعالج كم مره تاني. صح. مش هرجع يعني، انا كنت ساعات بقعد اتريق اقول لهم الحبل السوري بتاعي اترمى والقطه كلته. اقول لهم بعد 20 سنه روح دور على القطه عشان تطلع منها. يعني قطه فيهم. طب دول عشان نختم يعني لا في الامال بقى. يعني هي الخلايا الجذعيه دي مش ده الهدف. هو الهدف ريجنريتيف ميديسن او الطب التجديدي. وهو ده المستقبل بقى. لما نيجي نتكلم على المستقبل
هو الطب التجديدي اللي هو الطب جديد خالص. الجيل ده بقى ولا الجيل اللي بعدنا ولا ايه؟ لا جيلك انت مش جيل انا. التجميل. لا التجميل اللي دكتور هشام. لا يا فندم. عندك كام سنه يا دكتور هشام؟ 37. ما شاء الله. بجد حاجه مشرقه يعني. ممكن اخد انا مثلا وشعري ابيض يسود تاني. بيستخدم في التجميل على فكره كتير. صحيح. كتير. طبعا. على الناس. بس بتسافر بره وتاخد ده حقيقي وترجع ده حقيقي صحيح. هي دي الحقنه دي هي الحقنه دي غاليه. شيلوا الحبل السوري واستخدموه. شكرا جزيلا. التجميل. ايوه طبعا. شكرا. باكد لك ان هيحصل كل الستات هتيجي نسبه زياده عاليه جدا. شكرا شكرا دكتور علاء. شكرا ليك. شكرا.